هل يجوز للشخص أن يقول أنا سلفي؟ عند الحاجة إذا كان بين قوم مخالفين لمذهب السلف، فرق ضالة مخالفة لمنهج السلف، يتبرع منهم ويقول أنا سلفي، أنا لست على عقيدتكم ولا على مذاهبكم، إذا دعت الحاجة إلى هذا. أما إذا ما دعت الحاجة إلى هذا وبين سلفيين وبين أهل سنة وجماعة، فلا حاجة أن يقول هذا.